Hello there, today we're standing outside the Grand Heritage Hotel covering the 3-day teachers workshop. The center will present the media literacy program from teachers from all around Qatar schools and educational institutions. أستاذ مالدة الفضل من أكثر الخبراء الإعلاميين النشيطين في مجال التربية في العالم العربي، ليس فقط في التربية الإعلامية ولكن أيضا في صياغة وتطوير مناهج تعليم الصحافة عموما في المنطقة. اشتغلت مع اليونسكو في هذا المجال وأنا أدعوكم إلى الاستفادة من خبرتها ومن تواجدها. كونوا ملحاحات وأطرحوا الأسئلة وحاولوا أن تستخرجوا منها أكثر شيء ممكن. السلام عليكم. السلام. الله يوفقكم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. أول شيء راح نفرجيكم فيلم صغير من إنتاج وإخراج مركز دوحة لحرية الإعلام عن التربية الإعلامية. نبدأ بهالفيلم. Understands what media in the university that I go to, but I'm still doing what I love, and at the same time I'm doing something else that I'm also interested in. فيلم لذيذ جدا بحمسنا على انه نتعرف على ماهية التربية الإعلامية. انا زمان كنت اسميها محو الأمية الإعلامية، هم صححوني قالوا لي لا هي التربية الإعلامية، لانه طلع الكتاب ومشكور مجهود جماعة اليونسكو اللي شاركت معهم بعدة نشاطات لتطوير مناهج تعليم الصحافي والإعلام وملتقى الحضارات، والآن أنا كثير بشرفني إنه أكون جزء من هذا النشاط لتدريب على التربية الإعلامية. دورة جميلة جيدة مفيدة لكافة المشاركات اليوم، وأعلم أن هناك مشاركين يوم الخميس، وهي دورة كان من المفروض أن تعقد هنا في بلدنا قطر منذ سنوات، لأننا نواكب كل ما هو جديد الآن من حولنا ونتابعه، فنحن بحاجة إلى مثل هذه الدورات التي تهم كافة فئات المجتمع. أنا أعتقد أن كافة المدارس، ولا أريد أن أحدد، هي بحاجة إلى مثل هذه الدورات، لأن الإعلام أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وهو من المهم أن يتعرف إلى الإعلام وطريقة التعامل مع الإعلام ووسائله المختلفة كافة طلابنا وأبنائنا وبناتنا. طبعا التفكير التقليدي نحن معودين إنه صحافة شو؟ جرائد. إعلام شو؟ راديو وتلفزيون. اليوم ما فينا نحكي، اليوم عندنا كم هائل من المعلومات والمعرفة، كيف نستخدمها؟ كيف نسخرها لأفضل الاستعمالات لنعرف أول حالنا كمدرسين عن عالم الإعلام، نتعرف على عالم الإعلام، وبعدين نعرف الأطفال الطلاب التلاميذ على أهمية المعلومات والإعلام. معرفه منهج التربيه الاعلاميه وماذا يحتوي وشلون راح نقدمه للطلاب في المدارس وماذا ستستفيدين منها، كيفيه طرق تدريسه للطلاب في المدارس. الانسان شو كان يشتغل زمان، هلا عم نشغله شو عبر التكنولوجيا بعده وسائل متعدده. اوكي، فلازم نفهم كيف أول شيء بدنا ننمي هالمهارات في استخدام هذه التكنولوجيا. كم واحدة منكم مثلاً تستخدم الحاسوب؟ أنا شايفة أكبر هون.
راح أسس الطلاب على البرنامج من حيث مبادئ استخدام مفهوم الإعلام. مفهوم الإعلام شنو يندرج تحت الإعلام المرئي المسموع المقروء. بعد ذلك راح نبتدي معهم التدريب العملي، كتابة مقالات، عملية لقاءات مع زملائهم، مع زملائهم بين المدرسة وزملائهم خارج المدرسة، ونحاول نتواصل مع المؤسسات الخارجية والزوار اللي يتقدمون لنا من مؤسسات ثانية. كيف بدنا نفهم معلومات؟ تشوف يمكن شيء مكتوب أو شو؟ نعم. مكتبات مثلاً، شو كمان؟ أوراق. أوكي. غيره؟ تواصل. كيف ستنقلين ما تعلمتي في هذه الورشة إلى الطلاب في المدرسة؟ عن طريق البرامج والأنشطة، طريق عمل ورشة صغيرة لتعريف الطلاب بأهمية الإعلام وأن العالم أصبح كقرية صغيرة لتبادل المعلومات، وبعد ذلك سيتم ربطها بالمنهج المدرس. الإعلانات مع السوق بالشارع، أوف المول الفلاني عامل تخفيضات على ملابس، كوكا كولا، بشوف اعلان راسي وراسي المسرحيه كذا طبعا مثلا. كيف ستنقلين هذه المعلومات الى طلابك في المدرسه؟ طبعا ممكن يكون من خلال لقاءات مع الطلاب، من خلال عمل ورش تعليمية، أنا أقدم لهم ورشة عن حرية الإعلام، من خلال مثلا إذاعة صباحية، طابور الصباحي، من خلال مثلا نحن نستضيف حد أصلا يجي يعني معانا أو يساعدنا من مركز دوحة لحرية الإعلام إن هو ينقل المعلومات ديات للطلاب.